نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم دورات رمضانية. احنا متواجدين في بطولة نقابة الكويت لعمال النفط، خلكم معنا بعد الفاصل نشوف أحداث هذه البطولة. اختتمت نقابة شركة نفط الكويت دورتها الرمضانية على ملاعب النقابة بمنطقة الأحمدي، وجمعت المواجهة النهائية فريقي ديوانية الحرز مع المرحوم عبد اللطيف الفضالة. فريق الحرز كانت أفضليته واضحة من خلال التنظيم والانتشار والخطورة، فكان نجمه حمد العوضي علامة فارقة مع نجوم فريقه، واستطاع إنهاء المواجهة لمصلحتي بأربعة أهداف مقابل هدفين. وفي الختام قام رئيس النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بتكريم الفريقين والجوائز الفردية للاعبين. محمود رويحل الشمري احد اعضاء نقابه البترول، بالبدايه نتكلم عن وجودكم اليوم، ما شاء الله متحمسين للدوره، تنظيم الدوره مبين السنه هذه غير. والله احب اشكر اول شيء نقابه شركه البترول على الدور اللي قاعد تقوم فيه، وخصوصا يعني قاعد يقومون في دور اللجنه الثقافيه واللجنه الاعلاميه، والله يعطيهم العافيه على هذا المجهود. يعني بالنسبة لكم كعمال بترول شلون تشوفون يعني مثل هذه الدورات، شو تمثل لكم بالنسبة إلى عمال بترول؟ ضغط الدوام أنت عارف، ساعات الدوام طويلة، وهالدورات والرياضة تكون متنفس بالنسبة لهم. والله يعني الشباب الله يعطيهم العافية، الدوام أنتم مثل ما عارفين شفتات، لكن قاعد يجزئون وقتهم أن يعني يقدرون يتواصلون مع بعض برا الدوام وبرا، والله يعطيهم العافيه. يعني النقابه ما قصرت في البطوله هذه، وكل سنه دائما تقوم، كل سنه عندهم فعاليات ما شاء الله. اي نعم، كل سنه في عندهم فعاليات، وما شاء الله نشاطهم واضح، والله يعطيهم العافيه. الله يعافيك. شاركت بالبطوله؟ والله شاركت. حالفكم الحظ ولا لا؟ لا والله طلعنا. بس اكيد ان استمتعتوا بالبطوله، وراح يكون لكم حضور السنه الجايه. شيء اكيد، هذا اهم شيء، التواصل بين العمال مع نقابتهم، خصوصا في الامور الرياضيه والامور الثقافيه والامور، جميع الامور اللي قاعد تقوم فيها باذن الله. اشوف ما شاء الله يعني بعد ما طلعت انت حاضر للنهائي، يعني مبين متحمس اكثر للدوره. اي والله شيء طبيعي هذا، دام تشوف الشباب العمال دائما يلعبون ودائما متحمسين، تواجدهم ومشاركتهم الفعاله هذا دعم للنقابه والشركه نفسها. كل التوفيق لكم، الله يعطيك العافيه، وان شاء الله نشوفك في النهائي السنه الجايه باذن الله. يعطيكم العافيه وما قصرتوا. هادي الهاجري امين سر نقابه عامل عمال البترول، بالبدايه نتكلم عن اجواء الدوره واليوم، واليوم الختامي ما شاء الله، اكيد واجهت ضغوطات وصعوبات على مدار ايام الدوره. اللهم لك الحمد. اول شيء الضغوطات والصعوبات اللي مرت علينا في البطوله يعني شيء بسيط، يعني ما لا تذكر، يعني الحمد لله بالنسبه للنجاح لا تذكر ما شاء الله. اللهم لك الحمد، لان اللجنه قايمه بدورها على اكمل وجه، مثل ما انا قاعد اشوف، انا يوميا قاعد امر عليهم واشوف اللجنه المنظمه قايمه بدورها على اكمل وجه، اللهم لك الحمد. اخطاء ما في اخطاء تذكر باذن الله. شلون تشوفون اليوم الختامي، وما شاء الله يعني انطباع شباب او عمال شركه البترول بالنسبه للبطولات الرياضيه والثقافيه اللي قاعد تقام من قبل النقابه؟ في اقبال من العمال، والدليل على هذا الحين النهائي واصل فريقين، واللي مشارك 32 فريق، ال 32 فريق جايين عشان يحضرون النهائي ويشوفون، يبون يعرفون من البطل، فالحمد لله البطوله ناجحه بكل المقاييس باذن الله. اكيد ان بعد هذه البطوله راح تستمر يعني بطولات قادمه بالنسبه لنقابه العمال، ما شاء الله شفنا قياس النجاح بالنسبه للعمال كلهم متحمسين للبطوله الجايه، من الحين قاعد يسجلون ما شاء الله. صحيح، من الحين قاعد يسالوننا عن البطوله، وفي اقتراحات من اعضاء الجمعيه العموميه مشكورين ما قصروا، كانوا يجونا دائما النقابه يطرحون علينا افكار. بالنسبه للبطوله الجايه راح تكون اكثر من بطوله، يعني بطوله كره قدم، ممكن ندخل بطوله كره الطائره، بطوله رمايه، هذه قاعد نفكر فيها ان شاء الله، وهذا كله يعني افكار من الشباب اعضاء الجمعيه العموميه اللي يزورون النقابه دائم وينصحوننا. الله يعطيهم العافيه وجزاهم خير.
كابتن فراج الهاجري من فريق مضيمة، وصلتوا ما شاء الله نصف النهائي ولكن ما حالفكم الحظ، طلعتوا ضد فريق المرحوم عبد اللطيف فضالة، كانت يعني أجواء صعبة في المباريات. لا الحمد لله الأمور زينة والفريق غدا أداء طيب إن شاء الله، ونشكر القائمين على البطولة هذه اللي هو النقابة، ما قصروا نقابة البترول، بيض الله وجيههم، وإن شاء الله نبارك الفريق الفائز إن شاء الله، ونتمنى فريق الحرز إن شاء الله والله يوفقهم جميع إن شاء الله. مبين شايل من فريق الفضالة. أيوة. طلعوك. أيوة. شلون تشوف أجواء البطولة ويعني النجاح، قياس نجاح البطولة بالنسبة لكم كلاعبين؟ ما شاء الله أشوفكم بعد ما طلعتوا حاضرين حتى كجمهور ما شاء الله. لا ما شاء الله البطولة ما شاء الله زينة وحلوة وما قصروا، والقائمين عليها ما شاء الله أمورهم طيبة وما قصروا إن شاء الله. بإذن الله. متحمسين الموسم الجاي؟ لا إن شاء الله مضيمة وجاي إن شاء الله الموسم الجاي. تقول لك تغييرات يعني راح توصل النهائي؟ لا نفس الفريق إن شاء الله وبنوصل النهائي إن شاء الله. كابتن بدر بورسلي من فريق المرحوم عبد اللطيف فضالة، نتكلم عن اجواء النهائي ما شاء الله، يعني عانيتوا في التصفيات بين 32 فريق ما شاء الله، تاهلتوا النهائي اكيد اجواء غير، اكيد مثل ما تقول المباراه راح تكون غير، استعداداتكم اكيد كانت مميزه اليوم، ايش راح تقدمون لنا بالنهائي؟ الحمد لله اول شيء قطعنا مشوار طويل يعني بهالنهائي على وصولنا ضد فريق يعني خصم جدا صعب، وان شاء الله في فريقنا الخير والبركه ونقدم مجهود يليق بالنهائي وان شاء الله نفوز ناخذ بطوله باذن الله. صفتك مهاجم، كم جول حطيت للحين يعني كم جول يعني لحد الان؟ اتوقع 14 جول. 14 كم راح تحط بالنهائي؟ ان شاء الله اثنين. اثنين اكيد راح يكون الفوز من نصيب فريقك، كلهم معتمدين عليك، يقولون احنا عندنا بدر هو اللي راح يخلص المباراه. لا ان شاء الله باذن الله، خاصه 2-0 لنا باذن الله. عادي يساعدونك الدفاع ولا لا؟ اكيد كلنا كم متفوق. تحط اثنين يحطون عليك ثلاثه ماكو فايده. لا اول شيء ندافع نسكر صح بعدين نهجم عليهم. داشين في خطة معينة بالكم؟ لا والله داشين عشوائي. عشوائية ممكن يعني ساعات تنجح ساعات ما تنجح في المباريات النهائية خاصة. لا هذه هي النهائي، احنا كذي من غير تكتيك ولا تكلمنا قبل المباراة، بس لعب سكة عندنا، نلعب ونقدم اللي عندنا. يعني عشان تخلص من الضغوطات دشيت ان المباراة بالبداية والنهاية احنا مشاركين في دورات رمضانية كالمتعة فقط، بغض النظر عن النهائي عشان الواحد يتخلص من الضغوطات، يعني النهائي ساعات الواحد من كثر الضغوطات يضيع تركيز ماكو يصير عنده. اكيد احنا 5 لاعبين وست لاعبين اظن، واللي يطلع ويانا يطلع باذن الله. جولين اكيد النهائي ان شاء الله، انت راح تشوف باذن الله. اكيد هداف الدوري راح تصير هداف الدوري. كابتن احمد زكريا احد لاعبين فريق المرحوم عبد اللطيف فضالة، نتكلم اول شيء ما شاء الله يعني دورات رمضانيه الواحد يعني الموظف يتخلص من ضغوطات الدوام، يتخلص يكون كنوع من المتنفس بالنسبه للموظف. اكيد الحين برمضان تختلف اوقات الدوام وخلاص يعني مع الصيام في عندك فتره بالليل تقدر تلعب فيها دورات رمضان، فان شاء الله تكون يعني دورات من نصيبنا هذه، خصوصا هذه الدوره نبيها لان كانت صعبه، ومن بدايه الدوره كان يعني واجهنا فرق وايد صعبه والحين وصلنا النهائي فريق وايد 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 صعب، فان شاء الله اللي نقدر عليه راح نسوي بالمباراه. شو محضرين الفريق يعني الفريق اللي ضدكم بالنهائي شو محضرين؟ اكيد في خطه معينه، اكيد في نسق معين، خاصه ان النهائي وانتم تعبانين بالتصفيات، فاكيد النهائي له اجواء خاصه. لا الحين اكيد يعني هم عندهم مفاتيح لعب واحنا عارفينهم ونعرف مفاتيح لعبهم ونعرف فريقهم، فان شاء الله باذن الله نحاول نسكر كثر ما نقدر عليهم، يعني احنا يعني بالنهايه نبي البطوله وما نبي ندش هاجمين، واهم شيء بالمباراه خصوصا كنهائي اهم شيء يعني هو لعب 10 ب 10 10 دقائق ب 10 دقائق، فاهم شيء اول دقائق بالمباراه نكون مسكرين ونقدر نخطف جول ونحاول نسكر نحافظ على الجول. يعني راح يصير الاداء متزن الى حين يعني ما تبين النتيجه، يعني في حال نتيجه لكم راح يكون في نسق متزن على كم راح تزيدون الهجوم؟ اكيد بالضبط، يعني هو نفس ما قلت لك يعني هي يعني احنا نحاول نسكر نحاول نلعب على لعبهم نحاول نجاريهم اول شيء، لان نفس ما قال قبل شوي جولتشينا ان عندهم محترف وعندهم يعني لاعبين انديه، فان شاء الله نحاول نسكر عليهم نحاول نصيدهم وان شاء الله ناخذ النهائي منهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب. كابتن احمد الحرز من فريق ديوانيه الحرز، بالبدايه نتكلم عن بدايه تصفيات البطوله، لحد الان كان مشوار طويل، كان مشوار صعب في افرقه، يعني حامل لقب طلع من البطوله، بين البطوله السنه هذه غير.
اي والله مثل ما قلت احنا، بس اللي صادف ويانا شوي مجموعتنا كانت صعبه. اول فريق لعبنا وياه يمكن لاعبين تضامن، وامس قبل نهائي ضد لاعبين اليرموك نفسهم ملوت الثيل نفسهم، فشوي تعبنا شوي احنا اكثر من الفرقه الثانيه. ما شاء الله، شنو مجهزين للنهائي؟ والله نفس التشكيله اليوم، بس انه كان كنا ناقصين امس حمد العوضي لاعب منتخب الكويت صالات، كان عنده دوره بالدمام، واليوم كاملين ان شاء الله مو ناقصين احد. ما شاء الله، اكيد جاهز قبل البطوله، يمكن مصاب شيء؟ لا لا جاهز جاهز، بس شوي كنا ماسك الضمه، بس قاعد يقول راح العب باذن الله. كم توقعك لنتيجه المباراه النهائيه، خاصه ان فريق المرحوم عبد اللطيف فضاله واثقين قاعد يقولون 2-0، احنا يعني محاسبين النتيجه قبل اللقاء؟ والله بيني وبينك انا مو شايف الفريق، لان كان المجموعه الثانيه فما شفت ولا لعبه، بس واثقين بفريقنا. خايفين من المفاجأة؟ لا لا كلش، إن شاء الله لنا راح تشوف الكاس موجود عندنا. جاهزين؟ جاهزين 100%. يعني وصولكم النهائي ما كان بالحظ؟ لا لا، ما أنا ما كان بالحظ، يعني أمس الكل كانوا، حتى لما نلعب إحنا فريقنا الكل كان قاعد يطالعون المباراة، في الجماهير كانوا قاعدين يطالعونها. كم توقع النتيجة؟ والله توقع 3-0 لنا. كابتن محمد الغويفلي من فريق ديوانية الحرز، بالبداية نتكلم عن أجواء النهائي، أكيد كان مشوار صعب بالنهائي، وحتى رد لكم محمد العوض يبين معنويات عالية اليوم. أكيد يعني ما فزنا وصلنا النهائي إلا مباريات صعبة، الحمد لله فزنا بالمباريات واليوم نلعب النهائي والله يوفقنا إن شاء الله. شنو تعرفون اكيد يعني دارسين الفريق اللي ضدكم، شايفين المباريات ولا تنطرون المفاجاه بالنهائي؟ والله شايفينه، بس مو يعني بس شفنا امس لعبتهم بس ما لحقنا عليها، وان شاء الله نقدم مستوى اليوم ونفوز بالبطوله. داشين بخطه معينه ولا عشوائيه؟ لا دائما قاعد نلعب مع بعض يعني من اول الدوره، بس عندنا كان غياب العوضي امس، وان شاء الله خير اليوم. يعني عندكم نسق هجومي في حال الخساره ودفاعي، في تنظيم بينكم، في تنسيق؟ ايه اكيد في تنسيق في الدفاع والهجوم والنص، والخطه موجوده يعني. فريق المرحوم عبد اللطيف فضاله قاعد يقول احنا حاسمين النتيجه 2-0، شنو ردك عليهم؟ يعني هذا تصريح قبل المباراه واكيد يسبب ضغط بالنسبه للفريق الثاني. لا اكيد ما راح نلعب ضغط، يعني المباراه نهائيه اكيد ما نبي يدش علينا جول، وان شاء الله نتوفق ونفوز نرد عليهم بالملعب ان شاء الله. جاهزين؟ جاهزين باذن الله. كابتن عبد الله القبندي من فريق ديوانية الحرز، بالبدايه اقول لك الله يعطيك العافيه، دوركم انتم كدفاع كبير بالنسبه للنهائي، شنو محضرين لهجوم الخصم؟ والله ان شاء الله نسكر ونبوق جول تخلص 1-0 ان شاء الله. والله الشباب كل يوم يلعب ويا بعض احنا وفاهمين بعض، وان شاء الله خير ان شاء الله باذن الله. شلون تشوف اجواء النهائي، صعبه بالنسبه لكم؟ في ضغط كبير صح؟ لا ماكو ضغط عادي. لاعبين انك دوره رمضانيه لها وناسه لها حلاوتها مشاركه، والفايز مبروك نقول له باذن الله. ما شاء الله نشوف الدوره الرمضانيه هذه حتى حمل لقب السنه اللي فاتت فريق حبايبنا طلع، يعني مبين منافسه عاليه بيننا. منافسه كل فرق زينين والله الامانه، وكلهم لاعبين انديه ومحترفين، وان شاء الله خير وربع ما قصروا ان شاء الله. شلون تشوف سيناريو النهائي، فايزين ولا خسرانين؟ فايزين ان شاء الله. كم النتيجه تتوقع؟ 1-0. كابتن عبد الله من فريق ديوانيه الحرز، بالبدايه نتكلم عن اجواء الرمضانيه وهذه بطوله نقابه عمال البترول، شلون تشوف اجواء البطوله لحد الان واليوم النهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نشكركم على الاستضافه، ثاني شيء بالعكس دور كبير قاموا فيه نقابه عمال النفط ان وفروا لنا هالفرصه هذه في رمضان ان نقدر احنا نشارك، لان انت عارف اجواء رمضان يعني بعد الفطور ساعات معينه تقعد ويا الاهل وتحتاج ان مثلا تلعب رياضه ولا شيء، بالعكس الله يعطيكم العافيه ودور كبير قمتوا فيه صراحه. الله يعافيك، توقع كل سيناريو النهائي هل راح يصير لكم ولا ضدكم؟ لا ان شاء الله ان شاء الله بعون الله ماخذين البطوله وموجوده بالديوانيه ان شاء الله الكاس. جاهزين؟ يمكن عند الفريق المرحوم عبد الله الفضاله عنده عبد اللطيف فضاله عفوا عندهم كلمه ثانيه. والله انا اشوف الملعب هو اللي يحسم الموضوع، وبالعكس احنا فريقنا جاهز وحاطين البطوله بجيبنا ورايحين ان شاء الله. يمكن التصريح يكون ضدك بالمباراه سبب ضغط الربع. لا لا بالعكس هذا حماس ودافع كبير ان ياخذون البطوله ويستاهلون باذن الله. توقعك للنتيجه؟ 3-1 حق ديوان الحرز.
كابتن سامر ابو بكر من فريق المرحوم عبد اللطيف فضاله، نتكلم عن اجواء النهائي، خساره قاسيه 4-2، ولكن شوف ما شاء الله فريق عبد اللطيف فضاله ادى بالنهائي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك عليكم ما تبقى من الشهر. تعرف الكره فوز وخساره، الحمد لله احنا ذات المباراه ضيعنا 3 فرص كانت محققه، وسبحان الله اللي ضيع يقبل يعني، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني فوز ولا خساره اهم شيء الروح الرياضيه بين الربع. راضين عن ادائكم والدورات الرمضانيه حالاتها بروح رياضيه. اكيد هذا اهم شيء، اهم شيء تجمع الشباب بعد يعطيهم العافيه، شركه النفط ما قصروا، تجمعنا هذا كلهم وكلاتنا اول واخر ربع يعني الحمد لله. كابتن حمد العوضي نجم اللقاء اليوم النهائي اللي كان بين يعني فريق المرحوم عبد اللطيف فضاله وديوانيه الحرس، بالبدايه نتكلم ما شاء الله يعني كان يعني غيابك في جزء من الفتره لدواعي السفر، اليوم حاضر بالنهائي ما شاء الله، كنت قد النهائي وصرت هداف ما شاء الله 2 أو 3 ما شاء الله، يعطيكم العافيه على التغطيه. يمكن الشباب كلهم فيهم الخير وما قصروا، يمكن امس ما كنت موجود وياهم بس قدروا يفوزون 2 مباراة وما شاء الله عليهم، حتى شباب يعني اذا انت مو زين يخلونك تصير زين بالملعب. ان شاء الله شفناك راد مبين محضر الموسم قوه ما شاء الله في الدورات. والله ان شاء الله ان شاء الله الموسم الجاي يكون غير باذن الله. راضين عن اداكم بالنهائي؟ والله اهم شيء الفوز، لعبنا زين ما لعبنا زين اهم شيء اخذنا البطوله الحمد لله. ايش تقول حق ربعك بعد هذا النهائي؟ الله يعطيهم العافيه على المجهود اللي من 3 أيام، ومبروكين حق الشباب كلهم. متواصلين معاكم اعزائي المشاهدين في تغطيتنا للدورات الرمضانيه المميزه، ننتقل للجانب الاخر مع الزميل عبد الله علوان نشوف شنو مقدم لنا. مشاهدينا نرحب فيكم ومتواصلين معاكم في برنامج دورات رمضانية، ومن خلال حلقة اليوم سنغطي معاكم منافسات بطولة الشيخ أسل والصباح الرمضانية 12 لكرة القدم داخل الصالة، خلكم معنا. يوم جديد من عمر بطولة المغفورة لها الشيخ السلوى صباح الأحمد الصباح في نسختها 12، وهي تحظى برعاية سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وأقيمت 4 لقاءات، الأول التقى فيه دروع الأمن مع حماية الطائرات، وبفضل أداء الدروع المميز استطاعوا فيه تسجيل 3 أهداف مقابل هدف، فيما اكتسح الوحدات الخاصة فريق التدريب التخصصي ب9 أهداف دون رد بعدما صال وجال لاعبوه وسيطروا بشكل كامل على اللقاء. واجتاز حماية الطائرات عقبة المتفجرات بهدفين نظيفين بعد مباراة سريعة وحماسية. واختتمت المواجهات بفوز مكافحة الشغب على حماية الشخصيات، وذلك بفضل نجومه الذين تمكنوا من الفوز ب3 أهداف مقابل هدف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أخوكم العقيد خالد أبو الخيل، مدير إدارة الحماية الخاصة بدار سلوى والمشرف العام للبطولة السنوية الرمضانية للمرحومة بإذن الله تعالى الشيخ سلوى صباح الأحمد صباح. أولا أهنئ سيدي حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى حفظ الله ورعاه، كذلك سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وسيدي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وسيدي وكيل وزارة الداخلية الموقر الفريق محمود محمد الدوسري
والشعب الكويتي الوفي بحلول شهر رمضان المبارك. طبعا مثل ما تشوفون يا اخواني جريا العادة السنوية يتم تخليد ذكرى وهي عزيزة على قلوبنا، ذكرى الشيخة سلوى صباح الأحمد صباح الثاني عشر، متمثلة في البطولة الرمضانية السنوية، ما شاء الله الآن صار لها 12 سنة. طبعا هذه البطولة مختصرة على قطاع الأمن الخاص في وزارة الداخلية. بدأت الفعاليات تاريخ 6 وتنتهي هذه الفعاليات إن شاء الله في تاريخ 10/6. بالنسبة حق الحفل الختامي إن شاء الله راح يكون 15/6 بحضور ورعاية سيدي الفريق محمود محمد دوسري. الهدف طبعا من البطولة هذه مثل ما قلت لكم تخليد ذكرى الشيخة سلوى، كذلك الالتقاء السنوي بين إدارات قطاع الأمن الخاص والتعارف بين الضباط والأفراد. الهدف طبعا سامي وكلهم إن شاء الله فائزين. كذلك لا يفوتني أني أذكر أن البطولة تحظى برعاية سامية ودعم مادي كبير ومجزي لأفراد البطولة متمثلة باللاعبين واللجنة المنظمة كذلك. بالنسبة مثل ما تشوفون الآن ما شاء الله الفرق يوميا قاعد يتبارون بمعدل يوميا فريقين، إن شاء الله يعني في النهاية راح يتصدر الفريق، يصير التصفيات طبعا نهاية الفعاليات وتصدر الفريق الأول والثاني ويتم تكريفهم طبعا إن شاء الله. لا يفوتني طبعا في هذه المناسبة أني أشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير بلاد الفدة على رعايته السامية. رئيس اللجنة الإعلامية والإدارية خالد الرئيد، بخصوص البطولة شارفت الحين على انتهاء الدور الأول من البطولة. عندنا البطولة من مجموعتين، كل مجموعة 6 إدارات 6 فرق، يلعبون كل فريق يلعب 5 مباريات. حاليا شارفنا على الانتهاء، باكر ان شاء الله اخر يوم في الدور الاول، عقبها ان شاء الله راح يصير الكروس خروج المغلوب قبل النهائي، عقبها تحديد ان شاء الله الثالث والرابع، وحفل الختام ان شاء الله تاريخ 15/6 يوم الخميس القادم بحضور سيد وكيل وزاره الداخليه الفريق محمود الدوسري. وبالنسبه حق منافسات او المستوى الفني بشكل عام للبطوله شلون تشوفه مستوى اللاعبين؟ لله الحمد هذه البطوله 12، كل بطولة قاعد نشاهد مستوى أفضل. يعني كانت البطولة في البطولات السابقة كانت محتصرة على كم فريق اللي هم كانوا مميزين، حاليا لليوم قبل انتهاء الدور الأول بيوم ما احنا عارفين من المتصدر من كثر ما البطولة ما شاء الله المستويات متقاربة والفرقة كل النقاط متقاربة. وبالنسبه حق الفرق المشاركه لازم كلهم يكونون من الاداره ولا ممكن الاستعانه من لاعبين خارج الاداره؟ والله هذا فكره قائمه ان شاء الله يعني في البطولات القادمه ان شاء الله نطبقها، بس حاليا الفريق لازم اسماء اللاعبين تكون من نفس الاداره اللي تمثلها. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الهادي حسين العلي من اداره الوحدات الخاصه. بالنسبه للبطوله، بطوله جدا جدا ممتازه، تنظيم ومشاركة ومستوى الأفرقة طبعا مشرفين جريد والعقيدة بالخيل إشراف جدا جدا طيب، ويعطيهم العافية الحكام على رأسهم الحكم الدولي سعد كميل، يعطيكم العافية أنت على التغطية. الله يعافيك. بالنسبة حق مستوى الفريق، فريقك أنت الخاص بشكل عام شلون تشوفه ووين واصلين الحين في دور المجموعة؟ والله فريقنا الحمد لله لعبنا 5 مباريات، فزنا ب4 خسرنا ب1 بس بسبب الانذارات والطرد اللي علينا، وواصلين إن شاء الله قبل النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم، المقدم خالد البريس من فريق إدارة المتفجرات. إحنا حريصين سنوياً نشارك في هذه البطولة، ومن البطولات المهمة عندنا في الإدارة العامة للقوات الأمن الخاصة، ومن البطولات السنوية نشارك فيها، والحمد لله يعني بطولة نشطة ومن البطولات اللي فيها تنافس، وإن شاء الله يكون حظنا زين هالسنه وناخذ البطوله. انت
واصلين اي دور كفريق المنتخب؟ بالتمهيدي احنا واصلين، لعبنا لعبتين وهذه الثالثه وان شاء الله باقي لنا لعبتين بعد. كبطوله الشيخ سلوى صباح تشوفها مثلا ممكن ناقصها شيء، او ممكن لو اللجنه المنظمه تضيف عليها شيء بالسنه الجايه؟ والله احنا كل سنه نشوف تطورات بالبطوله، وللحين البطوله يعني ممتازه يعني، وان شاء الله نشوف السنه اي شيء احسن ان شاء الله. علي عبد الرحمن الشرف من فريق مركز تدريب التخصصي. هذه السنة المشاركة الأولى لنا حق فريقنا، والله الحمد بعد يصير في تفاهم إن شاء الله بالفريق. تنظيم البطولة جدا رائع، هذه مو أول مرة نلعب. السنة اللي طافت احنا نظمنا البطولة، والسنة هذه شاركنا بالبطولة، وعلى الله التوفيق إن شاء الله. نشكر القائمين كلهم طبعا على هذه البطولة. الله يعطيك العافية يا كابتن. اليوم تقول أنت المستوى الفني كبير، تشوف ممكن يكونون في لعيبه ممكن يجيبونهم السنه الجايه من خارج الادارات لارتفاع المستوى الفني في البطوله؟ والله الحمد، شوف المستوى الفني طبعا جدا عالي، مثل ما انت شفت المباريات، طبعا مباريات اليوم والايام اللي طافت المستوى جدا عالي. الافرقه قاعده تجهز يعني قبل البطوله بثلاث اربع شهور اذا مو اكثر، بحكم احنا فريقنا جديد على البطوله، نشوف المستوى قاعد يرتفع. نتمنى ان شاء الله انه يكون فيها محترفين من الادارات الثانيه، واذا كان فيها مجال يصير فيها احتراف حتى من خارج الوزاره ان شاء الله. معكم العقيد يوسف الصوري، لاعب فريق اداره العمليات تابع اداره العام القوات الامن الخاصه. طبعا تعودنا يعني صارت عندنا عاده رمضانيه هي بطوله المغفور له باذن الله تعالى الشيخ سلوى صباح الاحمد، لكن السنه شوي زاد البطوله شرف انها تقام تحت رعايه سيدي حضره صاحب السمو. البطوله يعني بشكل عام يعني السنه زادوا فريقين، يعني كل سنه ما سنه لها قاعد نشوف فيها بصمه جديده، قاعد نشوف فيها رؤيه جديده. المستوى طبعا ما يعلى عليه، يعني لحد الان احنا في اخر يوم ولا فريق ضامن منو يتاهل يعني بما فيهم فريقي انا. بالعكس احنا قاعد نستفيد بالبطوله، يمكن فيها ناحيه اجتماعيه اكثر البطوله، ان احنا قاعد نلتقي في يعني تدري طول السنه الناس مهام وواجبات، فالبطوله تلاقي تشوف ناس مو شايفها من زمان، ناس ما تدري عنها، ففيها نوع من الالفه يعني. وبالنسبه حق فريقي في البطوله الحمد لله انا لحد الان منافس، باقي لي مباراه باكر ان شاء الله اذا فزت فيها راح اتاهل، وطبعا وان شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا. بس يعني كنظره عامه البطوله جدا ممتازه، جدا حلوه، يعني لها مستوى عالي، ونتمنى لها ان شاء الله تطور من سنه لسنه احسن. محمد فلتشاوي مشرف فريق الدروع في بطولة المرحومة الشيخ سلوى الصباح 12. طبعا فريقنا لعبنا أربع لعبات والحمد لله، يعني حاليا احنا في المركز الثاني، باقي لنا إن شاء الله لعبة نفوز فيها إن شاء الله نتأهل للأدوار الثانية اللي هي تصير قبل النهائي إن شاء الله. كابتن أبو شي الله يعطيك العافية، وإن شاء الله يعني ربعك وفريقك متأهلين، بس يا ريت تكلمنا على المستوى الفني بشكل عام للبطوله، شلون تشوف الفرق اللي باريتوها او شفتوها من مثلا في المجموعه الثانيه قاعد تلعب بينكم انكم تتابعون بعض المباريات؟ طبعا ما شاء الله الفرق كل سنه قاعد تصير افضل من السنه اللي قبلها، يعني خاصه السنه هذه انا ملاحظ ان الفرق كان في استعداد مسبق قبلها باسبوعين او ثلاث، في ناس يعني حتى اخذت انديه برا وقاعد تمرن، وفي ناس كانت حجز الصاله هذه وتمرن، كان في استعداد مسبق لهذه البطوله، ومثل ما قلت لك كل سنه الناس تستعد اكثر واكثر. من ناحيه البطوله شيء يعني يشكرون عليه صراحه، يعني اللجنه والتنظيم كل شيء يشكرون عليه صراحه، حتى الفرق المستويات يعني مستويات طيبه، والبطوله يعني تجمع بين الافراد ويعني تكون معارف، ويعني شيء طيب صراحة يعني، وأحب أشكر وزارة الداخلية على هذا التنظيم.
مشاهدينا في ختام منافسات بطولة الشيخ أسل والصباح الرمضانية لكرة القدم، نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا إن شاء الله، ومع السلامة.